my name. Sapoji Polenji is my company. This match was very fantastic. This match was very tough, but you couldn't win. But you have appreciated that. You have qualified for next level. You have appreciated that, but you promised our coach that you will win, but you couldn't do so. But you have appreciated for that. Actually, you are eager to take the trophy. So that today you couldn't win our match. But you go and work hard and come next time, come and play well. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم فيصل محمد، لاعب فريق شركة النخيل. أول شيء الحمد لله على كل حال على تأهل دوري 16. إن شاء الله الحين إن المباراة هذه راح بخير وبشر إن شاء الله، وعندنا دوري 16 يعتبر على كل مباراة الحين إن شاء الله نهائي يعتبر لنا، وإن شاء الله قادم أفضل بإذن الله. الفرق في اللياقة وأداء المستوى، وما شاء الله فريق اليوم ما شاء الله فريق مره كويس، اقوى فريق واجهناه في البطوله هذه فريق هذا. احنا فريق متعهدين ما نخسر ولا مباراه، وان شاء الله بنوصل لين النهائي وناخذ البطوله باذن الله. نشكر دوري النجوم قطر، اللجنه العليا لمشاريع الارث، ونشكر شركه النخيل على اتاحه لنا هذه الفرصه، وشكرا.